مساهمات. Air Algérie, always caring for you. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في برنامج افتح قلبك. برنامجكم الجديد راح يطلع عليكم كل يوم خميس ابتداء من الساعة 9 مساء على قناة الشروق تي في. افتح قلبك هو برنامج اجتماعي حواري حبيناه يلم شمل العائلات ويقرب المسافات بين الناس. اللي حاب يشارك معنا في البرنامج ما عليه غير يبعث لنا SMS فيه الاسم واللقب والولاية على الأرقام التالية 0560-00-11-13 أو على 0670-11-11-22 ولا على 0799-39-37-37. الأرقام راهي تدور تحت الشاشة أو على بريدكم الإلكتروني contact@iftahtv.com. وما تنساوش صفحتنا على الفيسبوك افتح قلبك. افتح قلبك إن شاء الله راح تفتح لكم كل البيبان باش تجي وتحكي لنا قصتكم. ومباشرة نربط الخط بزميلي هشام المتواجد في الاستوديو الفرعي. هشام مساء الخير. مساء الخير سليمة. مساء الخير لكل حضور اللي معاك ولكل المشاهدين. الله يخليك هشام. إن شاء الله قل لي إن شاء الله ضيوف توعك جاوا اليوم. نتمنى إن شاء الله كامل ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا. إن شاء الله نتلاقاو من بعد هشام. إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام قبل ما نبدأ برنامجنا روحوا نشوفوا ملخص تاع القصص اللي راح يمروا معنا اليوم. في عدد اليوم من برنامج افتح قلبك راح تتعرفوا على عمي خليف واللي جانا للبرنامج باش يحكي لنا قصة نضال وكفاح، قصة صبر وتحمل. عمي خليف جا باش يكرم أكثر إنسان لقاه واقف معاه في حياته، حياته اللي كانت مليئة بالألم والمعاناة. عمي خليف، وكان اليوم تجي الزوجة تاعك لبرنامج افتح قلبك واش حبيت تدخل لها وجوست؟ شنو نقولها؟ نقولها درتي فيا الخير، درت فيا اكثر حاجه من الخير. نقولها رفدتيني، رفدتني اكثر من لازم. بصح قبلها عندنا لكم خبر بزاف شباب. تتذكروا هبه البنت اللي كانت جوزت معانا وكرمت خالتها اللي رباتها ورعاتها بعد ما سمحوا فيها والديها؟ حبيت نقول لك حاجه. انا حبيت يعني نروح انا وياك عند يمات وهبه، عند يمات هبه باش تسلم عليها برك، تسلم عليها ويعاود يوليو علاقات بيناتهم. انت تعاودي ترجعي لاختك وهي تعاود ترجع يعني ليمها ونعاودو نخرج. وكنتوا شفتوا تطورات الحكايه وكيفاش سعى البرنامج باش يجمع البنت بيماها وتنقلنا حتى العنابه. احنا المهم اننا نسمعوا عليكم خبار طيبه، انك ولات العلاقه طيبه مع يمك وصله الرحم مع يمك، هذا شيء مهم. ومع خاوتك تاني، انا شفت خاوتك كي دخلت، عندك 4 خاوتك صغار، فهمتيني؟ لازم ما تكونش قطيعة بيناتكم. أم ما غلقتش الباب في وجهنا، هذا وش حبيت نقول يا أخي. لهذا حبيت نقول لكم معليش، عاودوا وليو مرة واثنين وثلاثة وربعة، وانتي كبيرة انتي اللي تدي هيبة يا أخي، وإن شاء الله ربي يلم شملكم إن شاء الله. والخبر ديالنا اللي جبناه لكم اليوم بعد ما خلاص البرنامج، رسائل وتعليقات على الفيسبوك واتصالات هاتفية جاتنا من بزاف ناس عبرونا على تعاطفهم مع هيبة وتقديرهم للشيء اللي دارته خالتي فاطمة، ومنهم بزاف اللي اتصلوا بينا وحبوا يهديوا خالتي فاطمة عمرة، وهي الأمنية اللي كانت في قلب هبة من زمان، بصح الله غالب الظروف ما سمحتش باش تحققها لها. راهي أم
هي ولدت وراهي واليوم على بالي كي تشوف البرنامج يعني تتأثر بزاف بزاف، خاصة لما قالت هبة اللي نفهمها تاني تا قالت ما نحبش يما، علاش هذه مازالها يعني تعيش هذوك اليامات القاسية اللي مرت بها، لكن كما يقولوا المسامح كريم، وحنا في هذا البرنامج دائما نسعاو باش نلقاو الحلول للمشاكل حتى ولو تكون معقدة كما هكا. وكما راكم تشوفوا رانا متواجدين في مطار هواري بومدين باش نفرحوا مع الام فاطمه. ماما فاطمه المعروفه بماما فاطمه، الى شفتوا عليها الخاله اللي ربات هبه. هبه راهي متواجده تانيت معنا، وكاين اولاد ماما فاطمه، وكاين خوتها، وبتوت لا فامي راهي متواجده اليوم معنا لهنا باش تفرح مع ماما فاطمه، لانه من خلال البرنامج افتح قلبك تحقق لها الحلم تاع حياتها هي انها تروح للعمره. الى شفتوا مليح لما شاركت هبه في البرنامج قالت حلمي هو انه نبعث ماما فاطمه للعمره، بصح لا غالب ما باليد حيله، ما عنديش المال اللازم. فسمعوها ناس الخير كما يقولوا في برنامج افتح قلبك، وكلمونا بزاف ناس قالوا لنا حبينا نبعثوا ماما فاطمه للعمره. الحمد لله الجزائر مازالها بخير، وتضامن الجزائريين كذلك يعطيهم الصحة. فكاين واحد يعني يخدم في الوكالة وكالة السهوب الكبرى للأسفار، هاي اللي احنا نهضروا عليه لأنه ما حبش أننا نتكلموا عليه، لكن لازم يعني نشكره اللي يدير الخير. ف يعني اهدى لها هذه العمرة وراح تزور البقاع المقدسة. باش نحكيو على كامل هذه مع كامل هذه العائلة لازم نشوفوا غنكون هكا في الايغوبور. نتلاقاو تسي بالدعاء لينا وكامل الجزائريين ان شاء الله. ان شاء الله ندعو لهم كاع ان شاء الله، ندعي كاع الامه الاسلاميه ان شاء الله، ربي يحفظكم ربي معكم ان شاء الله. ونشكروا الحصه تاع افتح قلبك والشخص اللي دار لي العمره ان شاء الله. نشكروا 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 حاجات بزاف، لكن أنا دايما نقول رحمة ربي واسعة، ومن بين النعم اللي من ربي بها على عبده هي زوجة صالحة اللي توقف مع راجلها وتخفف عليه كل هموم الدنيا. في هذا السياق استقبلوا معايا السي خليف. الله يعزك. الله يحفظك. لا ماشي هنا، زيد لي وحده.
زيد دوزيام زيد درجه درجه واحده ايوا والله هكذا فوالا برك ندي لنا شويه هنا صحيت يعطيك الصحه تصفيقه حاره واحده اخرى على عمي خلوف واش قلت لي يا عمي خليف؟ قلت لك اني محظوظ كي شفتك انايا اول حاجه. انا اللي راني محظوظه اللي شفتك. الله يبارك ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يحفظك ومحظوظه بزاف اللي استضفتك معايا في برنامج يفتح قلبك. الله يبارك ربي يحفظك ان شاء الله. قل لي منين جيتنا عمي؟ الاصل نتاعي من ولايه المديان بلديه شلاله العذاوره. اها. بلديه دائره شلاله العذاوره. ولايه المديان. الله يخليك مرحبا بك راسي والسكن بولايه البليده صح مالا نحييه ومن خلالك كل الناس مديه وناس بليده اللي راهم يشوفوا فينا اليوم يشوفوا فينا الله يحفظك ربي يحفظك وبالاخص سكان بلديه تفراوت خاطر مسقط راسي الاهل تاع الام نتاعي من تفراوت والاب نتاعي من تفراوت حنا كاع من المنطقه يسموها بلديه شلاله العذاوره يعني الاصل نتاعنا مش شلاله العذاوره بنحيوهم كذلك عمي خليف قبل ما نبداو نسمعوا لحكايتك شوف معايا في الشاشه التقرير اللي حضرونا فريق الاعداد عمي خليف 52 سنه من العاصمه جا البرنامج يفتح قلبك باش يكرم الزوجه ديالو اللي سانداتو وقفت معاه باش تجاوز بزاف من محن ومشاكل عمي خليف حياته ما كانتش سهله والزمان ما رحموش لا صحيا ولا ماديا عانى من الإعاقة وصاب روحه متنقل من دشرة لدشرة بسبب الفقر بصح ربي رزقه بأجمل هدية وهي الزوجة الصالحة اللي رغم الصعاب والظروف القاسية ما سمحتش فيه بالعكس كانت الزوجة السند الأم والصديقة هي اللي دعمته وبقات معاه كي تعرض الحادث أقعده في الكرسي المتحرك لسنوات تحملت عبء العائلة وقامت به حتى براه ووقف على رجليه أعطت له الأمل وخلته يبدأ حياة جديدة وينسترجع الثقة في نفسه ونجح في تجارته وأسس عائلة عمي خليف اليوم جاء البرنامج يفتح قلبك باش يقول للزوجة ديالو أنا نشكرك على وقفتك معايا وخيرك ما ننساهش طول حياتي يا رفيقة دربي وحبيبة قلبي عمي خليف نعم احكي لي أنا أول مرة الأب نتاعي راح هاجي لفرنسا من سنة 1964 ما كانش بيني وبينه لقاء يعني من 64 ما شفتش بابا شحال كان في عمرك؟ كنت ماني زايد من 3 موا هكذا كنت 3 شهور كنت في عمري ما تعرفش باباك لحد الان اللحظه هذه لحد الان ما تعرفش باباك مازال تمنيت نشوف وجهه لو ناخذ معه غير صوره تذكاريه يعني تمنيت لو ناخذ معه صوره تذكاريه وما عندك عليه لحد اليوم حتى خبر معلومات 100% ما كانش معلومات 100% ما كانش وشنو 50% معلومات؟ المعلومات كان مره يتلاقى بجماعه كان هو في باري ومن بعد كان ساعات يقول شفناه في ميلا ساعات في لونتير يعني في بعض الاحياء في باري وكان ما عندوش علاقه باللي يعرفه يسمى كل ما يشوف واحد يعرفه ما يحبش يجمع مع الجزائر اللي يعرفوه كان توجور يتهرب لهم وعلاش راح وخلاك في هو راح في ذاك الوقت راح خدام راح باش يطلب ما عاودش ولا خلاني انا ويما وتبناني ما نقدرش نقول عمي خاطرش كلمه عمي ما تجينيش حلوه انا كنت نقول له بابا ومازالوا تحت التراب ونقول له بابا خاطرش رباني قراني توفى الله يرحمه توفى في 2002 قراني وكني شربني لبسني احسن لباس دلني احسن دلال من الوقت اللي كانت الناس ما تعرف تخلط الدراهم انا كنت نلعب دراهم يعني دير لي الشيء اللي ما داروش بالك بابا ما يديرونيش يعني وبدات حياتي كان جدي وكان عمي رباوني وجده اسمح لي برك عمي خليفه كي كنت يعني صغير رباك عمك انت كنت على بالك انه عمك ولا باباك انا في الاول كنت على بالي بلي بابا خاطر ما كانش محسسني وما كنتش نعرف من الناس حتى انا كبرت مرت واحد 6 ولا 8 سنين 10 سنين اللي باش عرفت بلي عمي بصح قبل انا كنت نعرفه بلي بابا خاطر انا فتحت عيني فيه لقيت روحي فيه حاجه ونقول له بابا صح ومن بعد في سن 6 سنين شكون اللي قال لك باللي هذا الاب اللي رباك طول بصي تسمع هكذا من لا فامي من الغاشي باللي يقول لي موش باباك باللي يقول لي عمك ورباك بصح هو الشيء اللي عطاه لي ما عطاهليش تاع عم والام تاعك ما قالت لكش في الاول ما قالت ليش كانت عايشه الام تاعك كانت عايشه معايا كانت عايشه معايا عند عمك عند عمي وبابك وجدك وجدي وجده الله يرحمهم كاع نعم ورباوني كما حكيت لك احسن تربيه في 72 تزوجت الام تاعي عاودت تحياتها انا بقيت عند عمي رباني وبقيت ثم ومن بعد مع اولاده اسمح لي طلي. عمي خليف العم تاعك اللي كان مزوج ورباك كانت مرته عايشه معاكم في الدار كنا كاع في دار واحده كاع عائله واحده
كانت يما ثاني عايشه معاهم في الدار، جده جدي، كنا كاع عائله واحده كما يقول واحد كاع فم رميطه واحده. كنا كاع بعد 72 عاودت امي الزواج. انا يما تعاودت الزواج، عاودت الزواج الله يرحمها. انت قعدت مع بقيت عند عمي عند ابي، ما نقولش عمي، بقيت عند ابي وجدي. بقيت ثم قريت تربيت خدمت، يعني كان عندنا كوميرس، خدمت تعلمت الكوميرس تجارة، تعلمت السياقة، تعلمت في كل حاجة تعلمتها حتى ال 87. 87 حبيت نكون روحي بوحدي، حبيت نكون روحي بوحدي. خرجت من عند الأب، جيت أنا للعاصمة الجزائر العاصمة. كنت باقي عند خالي، كاين خالي نخدم ونولي نبات عند خالي من 87 حتى 91. حتى 90 وانا عند خالي ويما في بن جراح. كتكون بن جراح، كنت نروح عند يما نزورها. يماك اللي تزوجت؟ يما اللي تزوجت يما الحقيقه. وجابت الدراري ولا ما جابتش؟ ثمانيه، خمس بنات وثلاث دراري. الله يبارك. جابت ثمانية ولاد موراك؟ مورايا ثمانيه. تما بنتها تسعه؟ بنات تسعه ما شاء الله. وزوج خوتي متوفين، بنات 11. يعني جبت ما 11 الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. كيفاش عشت يعني بعدك اولا من باباك اللي جامي عرفته؟ اللي عرفته. وثانيا من بعد لما امك راحت تزوجت يعني وجابت ثمن اولاد. كيما كنت صغير ما كنتش حاس، خاطش ليها كانت جده والاب وما خلونيش متحسس. عوضوك؟ معوضين لي اي حاجه، معوضينها لي، معوضين لي ماديا معنويا من كل الجوانب، كانوا معوضين لي ما خلونيش نحس باللي حاجه خاصني. بصح كي كبرت حسيت. كبرت حسيت؟ حسيت انني نشوف بلي واحد يحكي على يما، هنا يما مش معايا، واحد يحكي على بابا، هنا بابا ماهوش معايا حتى، وبابا ما كانش مخلي، بابا الثاني ما كانش مخليني محتاج حاجه. بصح انا نحس، انا نقول لي حبيت انت الاب البيولوجي. فوالا البيولوجي يكون كان معايا، ممكن بالك نجينيه، بالك يحن عليا، بالك يقلق ويضربني وما عليهش، المهم حب يعني نشوف منه. استنى في هذه اللحظه، استنى في فرق صبر، وهذه مش لحظه سهله باللي واحد في عمره 52 سنه مازال ما يعرفش الاب نتاعو. يعني نتمنى انا لو انا مانيش محتاج باه يعطي لي ولا يمد لي ولا يدير لي، انا يعني نقول فيها يعني قدام الراي العالمي. لا به السياره عندي السياره، لا به السكنه عندي الدار، لا به الزوجه عندي الزوجه، لا به الاولاد. انا اي حاجه تخصه هو وما دارهاش وما عندوش باه يديرها نمكنها له، انا يسيبها عندي. اللي يخصه حجه نحجه، ولا تخصه دار ندير له. تلاقى به برك. انا المهم الهدف تاعي انني نتلاقى به ونشوف فيك ما نشوف فيك هك. لو ان شاء الله لو دقائق برك. شوف يعني الامل ما لازمش نقطعوه، الامل ما نقطعوش ما دام كاين الحياه كاين الامل. كاين الامل نعم. في برنامج افتح قلبك اللي يشوفوه يعني الكثير من الناس، راح نبعثوا رساله للناس اللي تعرف عمي خليف وعندها معلومات على باباه، تتصل بالبرنامج وبالارقام اللي راهي تمر اسفل الشاشه باش تعاونوا عمي خليف باش يتلاقى باباه. اي معلومه صغيره كانت ولا كبيره تقدر تعاوننا. ولا عمي ولا بابات عمي خليف هو اللي شاف البرنامج ويحب يتصل بعمي خليف، مرحبا به عندنا ان شاء الله، يتصل بينا كذلك باش نحطوه اون كونتاكت مع عمي خليف ان شاء الله. هو اسمه سلامه السلامي بن محمد بن القريشي. واسمه سلامه السلامي بن محمد بن القريشي. مواليد 16/6/1935، 16 جوان 1935، بشلات العذاوله. ومازالت لادريس القديمه نتاعنا، يعني لادريس القديمه تاع الدار، كون يحب يتصل بلادريس تاع الدار مازالها القديمه، الدار نتاعنا القديمه مازالها باسمنا، يعني مازال العنوان نتاعنا القديم. يعني ان شاء الله احنا ما نتمناوش، لكن يعني يقدر يكون انت في بالك جاتك من ذاك فكره انه يقدر يكون توفى. انا عندي امل باللي حي خاطر كان توفى، يعني بالنسبه يتصلوا بالكومين بالبلديه باش يديروا شهاده الوفاه تاعو. صح صح. انا في بالي مازال عايش، مازال بالنسبه للايجارات اداريه مازال عايش. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قل لي برك كي لحقت لي مقبلت، شفت اني انك يعني ما قدرتش تهبط الدروج وما قدرتش تمشي، وشنو هي وقع لي حادث انفجار لغم، اسم هذا نبداو نطرقوا عليه. انفجار لغم، بومبا، انفجار لغم، بومبا، اي بومبا في 97. انا حياتي بدات نهار اللي راح بابا، كما حكيت نهار اللي راح بابا خلاص لحقنا يماك تزوج. يما تزوجت. ومن بعد انا عشت هنايا في الجي
وكنت نخدم ونجي هنا عند خالي يعني ما منكرم أخوالي ونكرمهم ونكرمهم خيرهم قد ما نكون ما نقدرش نرجع الخير تاع أخوالي، خاصة خالي الصغير الحاج عمر. الحاج عمر كي نعطي له عينية نعطي له كلوة نعطي له أي عضو من الأعضاء نتاعي ما نردش خيره. علاش؟ ندير فيه خير كبير ما نقدرش نعده وما نقدرش نذكره. ما شحال نعيا نحسب ما نقدرش نحسب خيره. وش يعني حاجات اللي وش من الخير اللي داروا فيك؟ عاوني جرى معايا في عرسي درت اكسيدون كان يوميا ديماري من المديه كل صبحه الخمسة تاع الصباح يصبح اول فيزيتور الخمسة تاع الصباح يوميا يزورني. نهار وقع لك الحادث؟ نهار وقع لي الحادث 87 يوم وانا اونسبيتاليزي ما قابش عليا يوم. يوميا يكون عندي نوض الصباح يكون عندي بسيارته ويجي يجيب معاه حتى شي ناس اللي فيجيتور اللي يحب يبي يزورني يجيبهم. اسمح لي عمي. نعم. خليف احكي لي كيفاش وقع لك بالضبط الحادث تاع تاع اللغم هذا تاع اللغم. انا كي جيت انا خدمت هنا في الجي قلت لك انا كنت نخدم في الجي. نعم. رايحين نطرقوا لهذا الحادث تاع اللغم. نعم. انا خدام هنا في الجي. نعم. كنت صغير ما كنتش متزوج ما عنديش دار ومن بعد خذيت قرار باللي راح ندير حياتي. انا ما عنديش ما معوده الزواج وما عندهاش يعني فقيره ما عندهاش من امكاني. انا الاب هو ما عنديش وين نتزوج. انا نتزوج هنا عند خالي حبيت باش ندير دار هنا عند خالي. يعني كان الاب هذا نتاعي هو عيا فيا باش نتزوج في البلاد. انا خذيت قرار بلي نتزوج هنا في هنا في الجزائر في العاصمه. هنا في العاصمه على جال الخدمه قريبه ليا ونكون خدام لهنايا يعني نكون خدام باب جديد ومكتوب على كل حال ومكتوب. من بعد خذيت قرار بلي نتزوج لهنايا. تزوجت؟ باش نتزوج هنا في الجي. من بعد كنت نشوف في حاجات اللي اكثر مني. كنت نشوف بلي نشوف وحده اللي كاين لها بزاف ونعيش واش كاين لها يكون كاين تكون كاين لها الماديات بزاف يعني عندها الدراهم عندها الدراهم بزاف ونعيش صح. في الاجواء نتاعها لانك كنت فقير. فوالا كنت نعيش في الاجواء نتاعها. من بعد شفت خذيت قرار نهائي وصبت وحده باللي فيها الصفات اللي نحوس عليها تاع الماديات. كانت مرفهه فوالا ديجا انا كنت نشوف غير في الماديات ما كنتش حاب نشوف حاجه اخرى كنت نشوف في الماديات. من بعد خذيت قرار بلي نتزوج بوحده مرفهه يعني وكانت مقابلتني يعني كانت واجده كما قلنا قبلت. قبلت تزوج كانت هي قابله وانا قابل يعني كانت في الصوره كانت قدامي كانت محطوطه قدامي الصوره يعني رايحين للزواج نتاعها صح. من بعد كاين واحد صاحبي تزوج بوحده بنفس الكان تاعي وقع له معها سوء تفاهم معها من كلمه لكلمه قالت له غدوه نتلاقاو باش نطلقك يعني هي اللي قالت له باش تلاقاو نطلقك. احنا تجرينا ما عندناش باه تقول له هي نطلقك. ايه قالت له غدوه نتلاقاو في بوفاريك نطلقك. انا قلت يجي اليوم نتزوج هذه بنت المرفه تقول له غدوه باللي نتلاقاو نطلقك. انا ما نحملهاش هذه الكلمه ما نحملهاش بلاك ندير عليها كريم بلاك ندير حاجه. انا والله غير ناخذ بنت الزوالي. جيت نقولي شفت هذا المدام اللي هي عندي هذه عبد السلام ربيعه شفتها تلاقيت بها بصدفه هكذا. من بعد قال لي خالها قال لي واش رايك كنا نعطيك بنت اختي ما شغل ما قنعنيش. قلت له لا وانا فقير وهي فقيره وخلينا قلت له هذا من كام ما جاش هكذا. بعد قعدنا ايامات كي جينيت من هذيك اللي كاين لها خممت بلي نولي لا دوزيام. وليت لا دوزيام. انا كي شفتها مجرد نظرك هاك شغل واحد فايت في طريقه هكذا شفتها ما ركزتش فيها مع ومن بعد قلت للام تاعي الله يرحمها قلت لها نخطب هما كانت روحي خطبي لي روحي خطبي لي. هما هي كانت عندهم قرابه المرت الراجل خالتي كانت تقرب الراجل خالتي. قلت لها بنت فلان. قالت لي شفتها تعرفها كيف هكذا. قلت لها المهم شوفي روحي جيبيها هكذاك واللي دايرها ربي دايرها ولو ما عندهاش ولو فقيره ان كنتوا فقراء فيغنيكم الله. يعني هي نورمالمون هي اللي تقول عليك فقير معليش نتزوج بك ماشي العكس. انا في ذاك الوقت انا كنت نشوف في روحي انا يعني شغل انا حاجه كبيره. انا كنت نشوف انا حاجه كبيره. انت حاجه كبيره. لا لا معليش. ومن بعد خممت ان كنتوا فقراء فيغنيكم الله يعني صح. لو ما كانش انا ما عنديش وهي ما عندهاش صح. بصح كون حب هكذا خممت انا قلت كون حب ربي يغنيني نعيش اش ملياردير يعني خاطش الغنى من عند رب العالمين ماهوش ما يعطيه لك بشر. يعني هو مكتوب في الحظ نتاعك مكتوب غنى ولا فقير. عاودنا اتصلنا بها هي. رحتوا خطبتوها؟ رحنا خطبناها. هي ديجا كانت ما تعرفنيش لا فيزاج تاعي ما شافتنيش خلاص. انا وما شفتها بالك واحد السبعينات هي ديجا كانت ما شافتنيش خلاص. رحنا خطبناها وافق باباها. باباها انا كان ما يعرفنيش لا فامي تاعها ما يعرفني. بعد خالها قال لهم انا نتحمل المسؤوليه. انت كنت تخدم هذاك الوقت ولا ما كنتش تخدم؟ كنت خدام كنت هنا نخدم. انا خاطش فتحت عيني في التجاره يعني صح. فتحت عيني في التجاره. توافقنا في الهضره توافقنا في الشروط تزوجنا
عرسنا كما عرسوا الناس، درت العرس هنا في بليده عند خالي. سكنت واحد السيمو عند خالي هكذاتين، ومن بعد جاتني فكره هكذاتين شغل الخدمه نقصت وكذا، وخوالي يخدموا في الحداده في الحدود في تلمسا في الحدود الغربيه. هكذا خممت بلي ما نخليهاش هنا في الجي، وهي بورتون بنت بيرتوتا يسمى تربات في بيرتوتا، انا ما نخليهاش هنا في الجي، نديها للمديه. المديه اللي مندي هذوك المديه كاينه خوالي وكاينه جده الله يرحمها. الله يرحمها. نروح نسكن عندهم في المديه. الجده يمات يماك. يمات يما، يمات يما. نروح نسكن عندهم. هي يعني في ذاك الوقت ما تقبلتش الفكره، انت واحد كاين عايش في الجي ومن بعد يعيش في الريف ومنطقه معزوله مثل ما فيهاش مرافق، ما فيهاش طريق معبد، ما فيهاش كهرباء، ما فيهاش يعني كل المرافق ما كانتش متوفره. ومالقري ما قدرتش تسمح فيا ومشيت معايا في الخط. ما كانوش عندنا الابناء، يعني كنا في ذاك الوقت يعني نقول لك سي موا زواج، هذا كنت زواج. سكنت عند اخوالي في بلديه طفراوت، ونشكر كل سكان طفراوت خاطرش وقفوا معايا ثاني، يعني من الخال من العم من الخال من كل المجتمع اللي يعرف قليف. يعني حتى الكرونديس اللي كان يرفدني بلا كاين اللي كانوا ما يخلصوش من يعرفوا الحاله نتاعي يعني في ذاك الوقت. سكنت عند اخوالي معزز مكرم، ما هو خاصنا حتى حاجه، مام هي من بعد فلاشاوها على سيستم عروبي متربيه في الجي، من بعد فلاشاوها ولا سيستم عروبي، تقدر تعرف تحلب البقره، تقدر تفتل الطعام، من بعد دخلت يعني سيستم عروبي. عشنا المده ثم بعدين ولد خدام في تلمسان، خليها ثم مع جده واخوالي، ما خلونش خصني حتى حاجه، يعني لو خص قضيان تخص مصروف اخوالي متكفلين بيا، ما خصنيش معهم ولا حاجه. من بعد خممت بلي نولي نسكن في الجي. انا كنت اوفري في تلمسان، المراه قاعده تقعد في الدار، انا نقعد شهر 20 في تلمسان باش نجي للدار. ومن بعد قلت نبقى هامل ونبقى نجري طول حياتي نستقر خير. جيت بنيت في بيرتوتا بناء فوضوي كما يعرفون الجزائر، بناء فوضوي 96، في اواخر 96 كانت عندي سياره، ومن بعد حبيت نغير السياره، اليوم نشري سياره وغدوه نشري سياره، دخلت في واحد الامور هكذا، بدات الامور حتى تتعقد. بعت السياره، تسوقت سوق تاع بوفاريك، نشري في سياره. كانوا دايرين بومبا داخل السوق. داخل السوق تاع السيارات؟ داخل السوق تاع السيارات، السوق تاع لابياس. كنت انا وكان واحد فاميلتي وكان واحد حبيبي، كل واحد منين جا، ومن بعد مشينا عندها البومبا هذيك. انا كنت نقلب ذاك وليد خالتي ذاك حاب يشري بوست للسياره نتاعو، اول مره شرى سياره قال لي شري البوست. نقلب في البوست هكذا نصرع الانفجار، وليد خالتي كان واقف منه طاح، هذاك صاحبي كان طاح، بعد خزرت لقيت الشعب كامل طايح، يعني السوق كاع كانت ضربه كبيره. وقع فيها موته؟ فيها يعني في ذاك الوقت حسب الصحافه الوطنيه اللي هزوهم السوق كانت 16 واحد مقطع. 16 واحد ميت. ميتين في السوق، واللي بليسي ما نهضروش. انا كي سمعت صرات البومبا. واللي كانوا معاك؟ دوك اللي معاك. واش صرا لهم اللي كانوا معاك؟ توفوا في زوج، اللي كانوا معايا توفوا في زوج. توفوا في زوج. انا كنت قاعد في الارض جونو، نقلب في البوست كنت قاعد جونو. اللي زي كلاط هذاك تاع البومبا كي ما قاسنيش في راسي، يعني كي قاسني في رجليا برك، كي قاسني في رجليا، قاسني في يدي، قاسني في كرشي. كي خزرت هكذاتين خزرت من لقيت صحابي طايحين كاع. انا حبيت نعاود نولي في هذا السياق باش نتكلموا، تكلمنا على هذه الحادثه الاليمه اللي كلفاتك يعني رجليك ويدك، راني نشوف يدك عندك فيها اعاقه ورجليك كذلك، واللي كانوا معاك توفى، وقلت لي توفى وفيها 16 ضحيه راحوا في هذاك اللغم هذاك. على كل حال انا نقول انه اثناء العشريه السوداء عائلات كثير عانات ويلات الإرهاب، أكثر من 200 ألف شهيد استشهدوا هذاك الوقت. الحمد لله الجزائر اليوم ولات بخير بفضل الرجال اللي وقفوا، بفضل النساء كذلك. هذه المصيبة هذه راهي مرانا رغم يعني المعاناة الكبيرة. لما كنا نخرجوا كل واحد فينا ما على بالوش هل راح يعاود يولي لبيته ولا لا. كما انت باغ اكزومبل هذا اللغم هذاك، رحت باش تشري سياره ولا باش تبيع سياره ولات فيها كما يقولوا بومبا سيغ بلاس. دونك انا حبيت برك نترحم اليوم على كل يعني نفس توفات اثناء هذه العشريه السوداء، وباش نقول برك باللي الحمد لله اليوم جزائرنا بخير والحمد لله.
سي خليفة قل لي برك مع الاخر هذيك درت باش تشري طوموبيل انت باش نشري سياره انفجر بين اللغم بس حابي في زوج متوفين انا رجلي في زوج مكسرين يعني هذا بالنسبه ميل فراكتير يعني كانوا مفتت تفتات يعني بالنسبه لهذا هذا رجل كيف لي جونو في مير كل الاخر وصلت قعدت في المستشفى شحال 87 اول زياره للمستشفى عندك شغل عندي زياره 87 يوم انا 87 يوم 87 يوم في شومبرا واحده درت من عمليه جراحيه 13 عمليه جراحيه يعني هو الفضل الربي والفضل الاطباء اللي شرفوا عليا ونشكر لي ميتسا مسيو مختاري ومسيو زياني يعني قدم لهم يعني نشكرهم جندين يعني حاجه اخرى من بعد مسيو مختاري ولا صديق لي يزورني حتى في الدار تي بروفيسور يجيك للدار ماهيش حاجه سهله كان يجيك للدار البروفيسور سي تان بروفيسور انترناسيونال هو كان يخدم في الجي يخدم في فرنسا وكان يجيني حتى للدار يعني نقول له ولا صديق هو معنا يقول لك راني درت واجبي معاك ما هو ثاني كان يقول لي درت واجبي معاك هذا هو هذا كان يقول لي درت واجبي معاك نشكرهم كثير و13 قلت لي عمليه 13 عمليه جراحيه في في رجلي دخلت 13 خطر البلوك وكيفاش كانت يعني زوجتك معاك لما دخلت للمستشفى لما وقع لك الحادث وكي وقع لي الحادث انني اول صباح كيما نوض الصباح يعني الوقت اللي يبان الضو نصيب المدام ويما واقفين عند الطاقه قبل اول يباتوا عند راسك كي نفتح عينيا نصيبهم واقفين عند الطاقه يعني المدام والام تاعي يعني كانوا مجندين معاك واقفين درجة من ما نقدرش نرد خيرهم يعني وبالنسبة لخوالي 9 على 10 يلحقوا خوالي من البلاد ب 200 كيلومتر ومع الطريق اللي فو باراج وكانت أزمة يعني كانت إنكريز يعني في هذاك العهد كانوا خوالي كان الأب هذا اللي رباني يعني الله يرحمه ويوسع عليه كان هو كانوا خاوتي كان كل العائلة نتاعي وقفوا معاك كاين هالي واحد اليوم حتى نسالوني قال المهنه نتاعك وشنو؟ انا كاين هالي جيني 100 فيزيتور كاين هالي توقعت والله قول لهم محبوب انا اللي كنت نقولها نقول لهم انا محبوب ما عنديش روح خفيفه والحمد لله يبارك من بعد ثم قعدت 87 يوم بعد خرجت خرجت تكفل بيا الاب من جديد الاب نتاعي اللي رباني اللي رباك اللي هو عمك اي هو عمي قال لي تولي للدار هذا لافو تاعك وانت اللي خرجت كون بقيت لهنا وما تصراش هذا الكا وما ترى وليت عنده للدار انا مع زوجتك مع زوجتي وعندك دراري ما قلتليش كانوا عندي زوج كانوا عندك على كانوا عندي زوج بنات عندك. كانوا عندي زوج بنات في ذاك الوقت ودوك شحال عندك؟ دوك عندي اربعه عندي ثلاث بنات عندي زوج جامعيات عندي واحده عندها ماستر دو الله يبارك فاش؟ لا كونتابيليتي الله يبارك وعندي الثانيه دايره تاع لي ريزون تاع اتصالات الجزائر ثاني سنه بريميزون تاع الماستر وعندي لا تروازيام سينا دوزيام اني دوزيام اني باش جوز الباك ليسي تيرمينال ثانوي وعندي اخر العنقود عبد الكريم سينا يجوز سيزيام اني ان شاء الله ربي ينجح ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه باسكو كامل ما شاء الله قاريين المستوى الحمد لله الحمد لله ومن بعد كمل لي بعد وليت عند الاب تاعي عايش تما ما خلانيش مخصوص ولا حاجه يعني احكي لي على الزوجه تاعك دوك راح للزوجه الاب تاعي خلاني ما خلانيش مخصوص ولا حاجه خاوتي ابني عمي كل العائله الزوجه ما كانتش واقفه يعني كانت زوجه مثاليه يعني كانت ما نقولش وقفت نقول دارت الشيء اللي اكثر اللي ديروا اي مراه بصح هذا واجبها صح انا نعرف ناس انا كان يعني وقعوا لهم بعض الكاس صغير وسمحوا فيهم صح انا كنت مقعد في شريطه راكي عارفه واحد بكرسي غير قضيه الحاجه ماشي حاجه سهله باش توكل ماشي حاجه سهله انا ما نقدرش نلبس حتى حاجه مده شحال قعدت في الكرسي المتحرك اربع سنوات وعامين بالبيكي سيزون دونك سيزون تو سيزون سيزون هي منها من بعد ولات دخلت حتى في الميدان ديلي تشكيك تبدل لي باسبور ممرضه اي ولات ممرضه من بعد ولات ممرضه لازم نديروا لك الاغنيه تاع الممرضه تاع رابح دريسه تاع رابح دريسه فوالا كيفاش يقول فيها؟ هي الدواء في المرضى هي الدواء في المرضى وحبيبها مجروح مجروح فوالا انا ما كنت انا اللي كنت مجروح بيان سور المهم قلت لك من بعد وقفت معايا يعني لدرجه ما تمثلش وكاين دي فوا نتقلق وندي قوتي نقول شوف الحاله رانا فيها تقول لي ما كاين والو تبرا وتعود لاباس بي وكل مشكل كيما تبراش انت ما عندك حتى مشكل اللي رانا ناكلوا رانا عايشين بالشيء اللي قدروا علينا ربي كانت تطلع عليك المعنويات تاعك تعاود ترفع بعض المرات تعطي المعنويات زيرو شنو هي تونجاجيني بات تطلع المعنويات باش تنسيك شويه في تنسيني في الهموم وكنت كاين بعض الاحيان انا من قوه الشوك تاع الضربه نظلمها يعني بكل صراحه نظلمها انايا
نظلمها بعض الحاجات هكذا نتقلق منها ونجي بالك راح نضرب فيها. كنت عصبي. كنت عصبي يعني واحد مريض باش يكون. الشيء اللي جاز عليك ماشي سهل. يكون عصبي. ومن بعد ولينا يعني بالنسبه هكذا الماديه تقريبا لحقت ازيرو يعني لحقت ازيرو. شكون كان يصرف عليكم؟ كانوا اخوالي. وكان الاب تاعي ثاني كان ما خلانيش محتاج حاجه. ثاني يعني كانوا يصرفوا عليا بكل صراحه. عليك ولا أولادك ولا مرتك؟ كل إحنا عندنا بالنسبة لأنه كنت يعني في هذاك الوقت ما تقدر تدير والو كنت في كرسي متحرك مقعد في كرسي ما كانت حدي المدام أنا المدام كان ديفو تحتاج شي حاجات ما تخلينيش تحسسني بلي هي محتاجة حدا جا واحد اليوم أنها بلي لبست الجوكين تاعي بلي لبست السروال تاعي وما قدرتش تقول لي أنا ما عنديش حاجة ما عندهاش الحوايج أنا جا واحد اليوم بلي لبست وما قدرتش تقول لي بعدين كشفتها قلت لها ما قلتيليش كي تمني قلت انا عندي انا خدش انا كان وجهي يجيب يعني اي حاجه نقصدها حتى لحد الان وجهي يجيب انا دوك نحب نقصد في الجزائر نقصد اي حاجه مهما تكلف الثمن تاعها ماديه نجيبها يعني ما الحمد لله وجهي يجيب. عمي خليفه كان اليوم تجي الزوجه تاعك البرنامج يفتح قلبك واش حبيت تقول لها وجوست؟ واش نقولها؟ نقولها درتي فيا الخير درت في اكثر حاجه من الخير نقولها رفدتيني رفدتني اكثر من اللازم نقولها ما من لحد الان لحد الان هي مازال رفدتني لحد الان هي مازال دوك انا باش نلبس التقاشر نتاعي تلبسهم لي هي باش نلبس الصباط لبسوا لي هي يعني مازال لحد الان هي رفدتني دوك انا الشيء اللي نديروا لها ونكرمها به ما نقدرش نكرمها انا ما نقدرش نرد جزء من المئة يعني جزء من المئة ما نقولوش احنا 10% لا جزء من المئة ما نقدرش نرجعوا لها يعني دارت فيا حاجات اللي انا ما نقدرش نديرها فيهم انا كون نضرك هكذا ما نقدرش نديرها فيهم يعني حاجات اللي دارت فيا ما نقدرش نديرها ما نقدرش. عمي خليف ان شاء الله اليوم برنامج افتح قلبك راح يقدر يجيب لك الزوجه تاعك اليوم باش انت ثاني تفتح لها قلبك وتقول لها كل شيء اللي حبيت تقوله لها لانه انا حسيت منك انك تحبها بزاف هذه المره الصالحه اللي رب العالمين كتبها لك. ان شاء الله برنامج افتح قلبك يقدر يجيب لك مرتك اليوم يا عمي خليف. اليوم عمي خليف جانا البرنامج افتح قلبك حبي يشكر ويكرم زوجته اللي وقفت معاه وسندته في أصعب أيام حياته. عمي خليف مرت عليه أيام صعبة كثير عانى منها تعرض لحادث خطير وهو حادث لغم عام التسعينات والمرأة هذه وقفت معاه ورفدات طيلة 6 سنوات رغم أنه كان معاق لكن أبداً ولا حست له مرة واحدة أنه كان يعني معاق كما يقولوا. اليوم راح نشوفوا هل برنامج افتح قلبك قدر يجيب له الزوجة تاعه ولا لا. لن نربط الخط مباشرة بزميلي هشام. هشام أهلا مدام سليمة. الدعوة وصلناها الحاجة ربيعة ويبدو أن البرنامج قدر يجيب حاجة ربيعة اليوم. مرحبا بك الحاجة ربيعة معنا. ربي يخليك. شحال في عمرك الحاجة؟ 44. الله يبارك. شحال عندك من طفل؟ عندي 4. كبار صغار؟ كبار شوية، زوج في الجامعة وزوج صغار. الحاجة ربيعة راهي شوية خايفة، أنا ما نطولش عليك الحاجة ربيعة، نهبطوك عند مدام سليمة باش تشوفي شكون استدعاك اليوم البرنامج يفتح قلبك. تفضلي معي. بك سلمى واش راك ياك بخير؟ لاباس الحمد لله. عاودي فكريني باسمك برك. عبد السلام ربيعه. عبد السلام ربيعه. أيه. واش تحبي نعيط لك؟ كيما تحبي ربيعه. ربيعه هيا. أيه. خلاص ربيعه. شكون في بالك استدعاك للبرنامج يفتح قلبك؟ الله يعلم. بالك خويا. بالك خوك؟ ايه. وعلاش خوك عندك بزاف ما شفتيش ولا وشنو؟ عندنا علاقه يعني نحبه بزاف هكذا ووقفت معاه في العرس هكذا. بالك هو صح. نروح مباشرة نقدم لك مؤشرات باش نعاونك. شوفي المؤشر الأول واش راهو يقول لك. شوفي معايا في الشاشة أختي ربيعة.
اللي صبرت دارها عمرت. ربيعة اللي صبرت دارها عمرت. قربك شوية. شوية بصح. لا. شوية. شوية. تحبي نزيد نعطيك مؤشر آخر؟ نزيد لك؟ هيا نزيد لك. أختي ربيعة الخير مرة والشر مرة. الخير مرة والشر مرة. قربك؟ إيه؟ ممكن. وفي من راكي شاكة قولي لي. أنا شاكة في خويا بالك خويا في شكل كبير خويا. شكل كبير في خوك؟ إيه. نزيد نشوف المؤشر الثالث وش يقول؟ الحجة ربيعة زينة الخاتم الحجرة وزينة الدار المرأة. زينة الخاتم الحجرة وزينة الدار المرأة. قرباتك ولا ما قرباتكش؟ إيه؟ شكون؟ شكون يقدر يكون؟ خويا؟ بتقولي ليش برك خويا؟ صح. شوفي معايا برك في الشاشة شكون استدعاك اليوم برنامج افتح قلبك؟ شكون هذا ربيع؟ مولا بيتي. شكون هذا؟ مولا بيتي. مولا بيتي زوجك يعني؟ ايه زوجي. ايه؟ كنتش متوقعته. ما كنتيش متوقعة؟ ايه؟ في بالك، في بالك انت واش جاي يقول لك اليوم مولا بيتك؟ الله اعلم. انت حابة تسمعيه؟ ايه. نروحوا ديريكت نسمعوه. نسمعوه. هاي سي خليف، عمي خليف. نعم. عندك الخط ليك. نعم، السلام عليكم. السلام. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله وانت؟ الحمد لله، هنا اللي جبتك للبرنامج. على بالك علاش ولا ما بالكش؟ على باليش. أنا جبت نكرم فيك خاطر وقفتي معايا مرأة مثالية، درتي فيا خير كبير. وقفتي معايا النهارات اللي كانت كنت أنا في حالة لا يرثى لها. في السراء وفي الضراء. وقفتي معايا نهار اللي كنت أنا مريض. نهار اللي كنت أنا شمور ما عندي والو كنت واقفة معايا وما تخليتيش عليا. لهذه السبب جيت نكرم فيك. المهم طون ثاني وقفتي مع الفاميليا نتاعي وقفتي مع امها الله يرحمها وقفتي مع خوالي مع كل العائله نتاعي مازال تشكر فيك. انا درتي لي قيمه بالنسبه للعائله لاخوالي لاما لابوي لخاوتي كاع مازال يضرب بيك المثل يعني الشيء اللي شافوه منك ما شافوهش من وفات يعني درتي لي حاجه كبيره وخليتيني هكذا تاج فوق الراس يعني الحمد لله نقدر نستشنى بيك ونقدر نكرمك على ما وقفتي بيا. الحمد لله. والحمد لله. الحمد لله. نتمنى إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أنني خيرة قد ما نردو ما نقدرش نرجع لك خيرك. نهار اللي كنت أنا في الكرسي، نهار اللي كنت أنا في حالة لا يرثى لها. وكنت كاين نهارات اللي نكون أنا مقلق والمورال هابط وتقول لي نهار اللي تريح وتبرا ونعشوا لاباس وأنا كنت شوف فيها حاجة بعيدة علي أنا يعني شوف فيها من حاجة بعيدة. واحد مقعد في شريطة ويستنى اليوم وراح يدير المرأة هذه سكن ووفر لها سيارة ووفر لها حاجات يعني كشغل أنا كانت أحلام هكذا أحلام والحمد لله يعني الشيء اللي تمنيتيه ربي حقونا. الحمد لله. الحمد لله رزقنا بالذرية الصالحة وأنتي صالحة والحمد لله أنا الحمد ربي أعطاني مرأة مثالية يعني مانيش الحمد لله. الحمد لله. ونزيد نضيف حاجة للقاموس أنا كان قبل ساعة ساعة واحد يسخسيني يقول لي على الأم نتاعي يقول له أمها الصغيرة ولا الكبيرة؟ أنا مسميها أمها الصغيرة يعني كنت لحد الآن نسميها أمها الصغيرة. يعني كنت نقول أمها الكبيرة وأمها الصغيرة. أمي الله يرحمها مسميها أمها الكبيرة. وهي مسميها أمها الصغيرة. ونستشنى بها ونقولها. والحمد لله. الحمد لله. علاش عمي خليفة؟ قاسيت معايا ياسر، قاسيت معايا ياسر. علاش تقول أمي الصغيرة على زوجتك؟ واش نقول لك من قوت نحبها بزاف نعزها بزاف نحترمها بزاف نقدرها بزاف يعني ما كاش ما اكثر من الام. انا نشوف هذا في عينيك انا نشوف ما كاش ما اكثر من الام. انا نسميها مو صغيره ما معناها ما نقولهاش تكون كيما امي خاطر الام اللي جابتني ما تعاودش راح تجيب واحد خلاف الله يرحمها. بصح مهما كان كانت عندي ليها معزه خاصه حتى اللحظه هذه عندي ليها معزه خاصه. صح عمي خليف خليني نتكلم شويه مع ربيعه. تفضلي. ربيعه قولي لي
كيفاش هو حكى لنا عليك وقال لنا باللي مرتي مرا صالحه ورفدتني في ايام صعبه وكلش، وانت كيفاش هو المعامله تاعو معاك؟ الحمد لله معه ولا مليحه. الحمد لله طيب في كل حاجه. لمس ملاح. لمس ملاح. الحمد لله ما شفت منه والو، شفت منه غير الخير. والحمد لله هذا ما نقول له. كنت على بالك باللي وضعية تاعو الاجتماعية يعني كانت شوية صعيبة ماديا، خاصة ماديا ما كاش عنده دراهم، كان فقير قال لك؟ إيه كان نورمال عادي. ماشي نورمال، تقبلته عادي. تقبلتيه صحة؟ ولما وقع له الحادث كان عادي؟ عادي جسنا عشنا عادي نورمال. ما تقبلت عادي، ما جاتنيش صعوبة. ما جاتك صعوبة؟ ست سنين. ما جاتنيش صعوبة. ست سنين وانتي ترفدي سما كنت عند عمو، ومن بعد وليت عند خوالي. عاونوك فيه حبيبتي؟ اي عاونوني فيه. وكيما رحت ليه هكذا ما حسيتش. سما ما حسيتش، كون جيت وحدي هكذا نحس. بصح كي عاونوني فيه عمو ثم قعدت عنده عند خواله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله ما حسيتش كاع. وقفي برك قدامي ربيعة. وقف عمي خليفة. زوجك اليوم جاء البرنامج افتح قلبك، حبي يكرمك وحبي يشكرك على كل شيء اللي زدتيه في حياته. نفتح الستار اليوم ولا ما نفتحش؟ يفتح. يفتح الستار. يفتح الستار. تفضلي تفضلي تفضلي. وزات ماني فيك، انتوما هايلين. الحمد لله. وبين زوج هكا، شفتك وحدك وشفتها وحدها، كنتوا تبانوا لي يعني شخصيات رائعه، لكن هكا انتوما بين زوج زدتوا حلويتوا اكثر واكثر. ربي يخليكم ان شاء الله لبعضاكم ويخلي لكم اولادكم الربعه، وناخذوا منكم العبره، خاصه الناس اللي راهي تتفرج فينا وكل الازواج اللي راهم يتفرجوا فينا، نقول لهم انه الزواج يعني فيه الحلوة وفيه المرة، والصعوبات موجودة، لازم لما نكونوا اثنين نديروا يد في يد باش نتجاوزوا هذوك الصعوبات. وهذا الشيء اللي وقع معاكم. أنا نشكركم على استضافة على مجيئكم ليا، وحبيت برك نقول لك عمي خليفة حاجة راهي في قلبي. تفضلي. أنا حبيتك تقول لربيعة اليوم باللي أنت تحبها. أنا نحبها ونتحدى العالم عليها. صح. نتحدى العالم عليها. أنا كل ما كنت نحبها أنا جيتها إلا هنا. أنا. صح. نشكرك نشكرك كثير كثير كثير. حتى ما عنديش غيرها هي، ما عنديش حاجة أكثر منها. أنا بعد مرات نقولها أنت كل في الكل، ما عنديش حاجة أكثر منها أنا، هي كل في الكل. ربي يشدها لك إن شاء الله ونحييكم كثير. وكمان نشكركم يعني نشكر يعني كل من كان بعيد وكل من كان قريب اللي وصلنا للبلاطو هذا. الله يخليك. اول حاجه ليك انتيا والهشام وليلى اميرة وكل فريق البرنامج. فريق البرنامج. ربي يحفظكم وشكرا انتم اللي ما جيتكم معنا. كل الشعب الجزائري. شكرا لك ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يسترك. يعطيك الصحة. ان شاء الله ربي يحفظك ويكون الفرقة صالحة. يسلمك شكرا. شكرا لك على خير. الاولاد يسلمك. صح على الصحة. شكرا لما جيتكم. دائما نحب كي يجوني حالات هكا ناخذ منهم العبره في الحياه، لانه دائما نقولها ونعاودها انه في هذه الدنيا حتى حاجه ما تدوم غير في عيلنا وغير المحبه بيناتنا. انا حبيت اليوم نتكلم مع الازواج اللي راهم يشوفوا فينا والزوجات. راكم تشوفوا في برنامجنا، اخذوا في بعضاكم وقولوا لبعضاكم نحبك ونحبك. هذا الشيء لازم بالنسبة للكوبل. مشاهدة طيبة للجميع، نتلاقاو في الأسبوع القادم. شكرا.
سلامتك. Algérie, always caring for you.